بيبدأ الفيلم في حديقة الحيوان وبنشوف أليكس الأسد وصديقه الحمار الوحش مارتي، وبنعرف إن مارتي نفسه يخرج من حديقة الحيوان اللي هما عايشين فيها ويروحوا يعيشوا في البراري، لكن أليكس ما بيهتمش بكلامه وبيديله الهدية بتاعته بمناسبة عيد ميلاده، وبتتفتح أبواب الحديقة وبيدخل الزوار علشان يتفرجوا على الحيوانات، وبيروح أليكس لجلوريا علشان تجهز للعرض وكمان بيصحي من الزرافة، وبيبدأ أليكس العرض وبيطلع يرقص على الصخرة بتاعته للجمهور علشان يبهرهم، أما مارتي بيجري وبياخد مية وبيرميها لفوق وبيرجع يشقطها تاني فبتفرح الأطفال، وبترقص جلوريا في المية والناس بتصورها، وبنشوف البطاريق اللي بيبقوا بيفحروا في الأرض بمعلقة بلاستيك علشان يهربوا من الحديقة، لكن النفق بيوصلهم للمكان اللي مارتي موجود فيه، فبيسألهم مارتي عن السبب اللي خلاهم يفحروا في الأرض، فزعيم البطاريق بيقولوا إنهم بيفحروا نفق علشان يهربوا من الحديقة ويروحوا للقطب الجنوبي ويسيبوه وبيمشوا. في الوقت ده بيبقى أليكس بيستعرض مهاراته للناس اللي بيحيوه وبيرموا عليه الزهور. بعد كده بيمشي كل اللي موجودين وده علشان الحديقة هتقفل، وبيروح العمال للحيوانات وبينضفوهم وبيأكلوهم وبيهتموا بيهم وبيعالجوا من وبيعملوا مساج لجلوريا وبيسرحوا شعر أليكس، وبالليل بتتجمع الحيوانات الأربعة مع بعض وبيقدموا الهدايا بتاعتهم لمارت اللي بيفرح جدا وبيشكرهم، وكمان بيقدموا له التورتة وبيطلبوا منه يتمنى أمنية، فبيتمنى مارت إن هو يخرج من الحديقة ويروح يعيش في البراري، فبيتصدم من وكمان جلوريا، أما أليكس بيفقد الوعي وبعد ما بيفوق بيقول له ان دي اسوأ امنية، بس مارت بيبقى نفسه يروح للبراري لان ده هو مكانهم الحقيقي وسط الحقول الخضراء والمناظر الطبيعية، فمنمن بيعرفه ان في حقول خضراء موجودة في المدينة وعلشان يوصل لهناك لازم يروح لمحطة المترو ويركب القطر اللي متجه لحديقة الحقول الخضراء، فأليكس بيقطع كلامهم وبيقول لمارت انهم لو راحوا للبراري مش هيلاقوا قطعة لحم زي دي لان الحياة هناك صعبة جدا، وبيرفض هو ومنمن وجلوريا يخرجوا من الحديقة لاي سبب وده علشان هم عايشين في افضل مكان، فبيحزن مارت جدا لانه مش هيخرج من الحديقة، فبيغني له اليكس علشان يواسيه وبيودعه وبيروح ينام، وبعد شوية من بيروح يصحي اليكس وبيعرفه ان مارتي مش موجود في مكانه وبيصحي جلوريا وبيدوروا عليه في الحديقة، وكمان اليكس بيكلم الشرطة في التليفون علشان يبلغهم اللي حصل وطبعا محدش بيفهم كلامه، وبيقول اليكس لمنمن وجلوريا انهم لازم يخرجوا من الحديقة ويروحوا يدوروا على مارتي في محطة المترو، وبيتعلق اليكس في رقبة منمن وبتكسر جلوريا السور وبيخرجوا من الحديقة وبيروح وراهم الاردن دول. في الوقت ده بيبقى مارتي بيتمشى في المدينة هو سعيد وبيروح يسأل الحصان عن مكان محطة المترو، أما أليكس وأصدقائه بيركبوا القطر اللي هيوصلهم لمحطة المترو، وطبعا الركاب بيبقوا مرعوبين وخايفين منهم، ولما بيوصلوا للمحطة الناس بتخاف منهم وبتجري، ما عدا الست العجوزة دي بتضرب أليكس اللي بيتفاجئ بوجود مارتي في نفس المحطة، وبيخبط من في الساعة وبيخرجها من مكانها وبيروح هو وجلوريا علشان يطمنوا على مارتي، لكن بيتفاجئوا كلهم إن الشرطة محاصرهم من كل مكان علشان ما يهرب، وبيبقى معاهم في نفس المكان البطاريق وكمان القرود، فبيحاول أليكس يعتذر لهم ويشرح لهم اللي حصل لكن الشرطة بتضربه بالإبر المخدرة اللي بتخليه يفقد الوعي، ولما بيفوق بيعرف إن الناس عملت مظاهرات بسبب اللي حصل علشان الحيوانات ترجع لمكانها الطبيعي في البراري، وبيفقد الوعي تاني، ولما بيفوق بيلاقي إن هو محبوس في صناديق هو وأصدقائه، فبيلوم مارت لأنه السبب في اللي حصل لهم، والصناديق اللي هم فيها بتبقى موجودة على سفينة، وبنشوف القرود اللي بيقولوا للبطاريق إن السفينة متجهة لمحمية برية موجودة في أفريقيا، فبتخرج البطاريق من الصندوق وبيتسللوا من غير ما حد يشوفهم وبيدخلوا لغرفة التحكم وبيضربوا القبطان، وكمان بيسيطروا على السفينة وبيغيروا اتجاهها علشان يروحوا للقطب الجنوبي، في الوقت ده بيبقى أليكس بيتخانق مع مارت وبيزعقله فبيتقطع الحبل اللي ماسك الصناديق، ولما السفينة بتغير اتجاهها بتوع الصناديق اللي أليكس فيها هو وأصدقائه في المية وبيبعد كل واحد فيهم عن التاني وكمان بتسيبهم السفينة وبتمشي، وبالليل الموج بيوصل الصندوق اللي أليكس فيه للشط وبيترعب أليكس لما بيشوف الأشجار وشكل البراري، وبيبدأ يدور على أصدقائه، تاني يوم الصبح بيلاقي الصندوق اللي منمن محبوس فيه فبيروح يساعده علشان يخرجه من الصندوق لكنه ما بيقدرش، وكمان بيفرح لما بيشوف الصندوق بتاع جلوريا، ولما بيقرب منه بتدمر جلوريا الصندوق وبتطير أليكس وبتوقعه على صندوق منمن اللي بيتكسر، وفجأة بيشوفه مارت اللي بيبقى بيتزلج على الأمواج بمساعدة الدلافين اللي بيوصلوا للشط، وبيجري أليكس ورا مارت وبيحاول يضرب لانه السبب في اللي حصل، فبتهديهم جلوريا وبتقول لهم ان طول ما هم مع بعض هيبقوا في امان، وبيدخلوا للجزيره علشان يستكشفوها وبيمشوا ورا صوت الموسيقى اللي بيسمعوه، ولما بيوصلوا لمكان الصوت بيتفاجئوا بالحيوانات اللي بترقص وكمان بيشوفوا الملك جوليان اللي بيبقى مغرور، وفجاه بتترعب الحيوانات دي وبيجروا لما بيشوفوا القطط البريه اللي بتحاصر حيوان صغير علشان تاكله، وبمجرد ما القطط بيشوفوا اليكس وهو بيصرخ لانه خايف من عنكبوت بيترعبوا منه وبيجروا بعيد، فبيروح الملك جوليان هو والحيوان لأليكس وأصدقائه.
أصدقائه وبيشكروهم لأنهم أنقذوهم من القطط البرية، وبيتصدم أليكس لما بيعرف إنهم في البراري ومفيش أي بشر يساعدوهم ويرجعوهم للمدينة، وبيرجعوا للشط وهم مرعوبين لأنهم هيفضلوا هنا للأبد. لكن مارتي بيبقى فرحان جدا وبيرقص وبيخاف من وبيدفن راسه في الرمل زي النعامة. أما جلوريا بتهدي أليكس وبتطمنه لأن البشر أكيد هيجوا علشان ينقذوهم. في الوقت ده بتبقى البطاريق بتحتفل لأنهم وصلوا للقطب الجنوبي، ولما بينزلوا من السفينة بيتفاجئوا إن الجو برد جدا. وبنرجع للحيوانات وأليكس اللي بيزعق لمارت لأنه السبب في اللي حصل وبيقسم الجزيرة ما بينهم. فمارت بيقول لهم إنهم لو احتاجوا مساعدته هيساعدهم وبيسيبهم وبيمشي وبيروح يعمل خيمة من الأشجار. أما أليكس بيصنع تمثال الحرية وبيقول لجلوريا إنهم أول لما يشوفوا سفينة هيولعوا في التمثال علشان البشر يجوا ينقذوهم، وبيطلب من إن هو يولع النار. لكن من ما بيبقاش قادر إن هو يعمل كده وبيتعصب وبيخبط الخشب في بعضه، وبالصدفة الخشب بيولع النار، ولأن الخشب بيبقى مربوط فيه بيخاف من وبيجري بالنار ومن غير ما يقصد بيولع في التمثال اللي بيتحرق وبيتدمر. أما الملك جوليان بيجتمع بكل الحيوانات في الطيارة اللي وقعت على الجزيرة من مدة كبيرة، وبيقول للحيوانات إن القطط البرية بتهاجمهم باستمرار علشان تاكلهم، وعلشان كده هو عمل خطة، والخطة دي بتبقى إن هو يستغل أليكس وأصدقائه علشان يخوفوا القطط البرية وبكده ما عادوش هيهاجموهم. فالمساعد بتاعه اللي اسمه موريس بيقول له إن أليكس حيوان مفترس وخطير وأكيد هو ده السبب اللي خلى القطط البرية تهرب منه. لكن الملك جوليان ما بيهتمش بكلامه وبيقول له إن أليكس حيوان لطيف ومستحيل يهاجمهم. وبنرجع لأليكس اللي بيبقى قاعد لوحده على الشط، فمارت بيروح له وبيطلب منه يجي معاه الخيمة بتاعته، وده لأن من وجلوريا موجودين هناك وبيسيبه وبيمشي. وبعد شوية بيروح أليكس للخيمة وبيطلب من مارت ينضم لهم، فبيفتح له مارت الباب اللي بيبقى من غير أي جدران، وبيدخل أليكس الخيمة اللي بتبقى مبهرة جدا، وبيقدم لهم مارت الأكل اللي بيبقى عبارة عن أعشاب من البحر، لكنها ما بتعجبش أليكس وبيتمنى إن هو ياكل قطعة من اللحم. فمارت بيقول له إن هو هيجيب له قطعة لحم بكرة حتى لو اضطر إن هو يضحي بنفسه. وبينام أليكس وبيحلم باللحوم بتوع علي من كل مكان وهو سعيد، ولما بيفوق بيلاقي إن هو كان هياكل مارت، فبيتصدم هو وأصدقائه، وبيكذب عليهم أليكس وبيقول لهم إن هو كان بيعد الخطوط السوداء وبيرجع ينام. وبيبقى شاف اللي حصل الملك جوليان وموريس اللي بيحذره من أليكس لأنه حيوان مفترس، بس الملك جوليان بيقول له إن هو كان بيعد الخطوط السوداء اللي على مارت وما بيهتمش بكلامه. ولما أليكس وأصدقائه بيصحوا من النوم بيتصدموا لما بيلاقوا نفسهم وسط الغابة مع الملك جوليان وأتباعه، فبيهديهم الملك جوليان وبيرحب بيهم في الجزيرة بتاعتهم اللي اسمها مدغشقر. وبينبهر أليكس وأصدقائه لما بيشوفوا شكل الطبيعة الجميل والخلاب، وبيجري مارت وأليكس في المكان وهم مبسوطين. لكن بعد شوية أليكس بيتعب من الجري، ولما بيشوف مارت بيجري قدامه بيفقد السيطرة على نفسه وبيجري بسرعة وبيهاجمه وبيلعب معاه، وبيحتفل بيهم الملك جوليان هو وأتباعه. لكن أليكس بيبدأ يتصرف بغرابة وبيقدم لهم عرض وبيرقص، فبتحييه كل الحيوانات وأصدقائه، وبيظهر أليكس زائر قوي جدا فبتخاف القطط البرية اللي بتبقى مراقباهم من بعيد، وبيحتفل الجمهور بأليكس اللي بيفقد السيطرة على نفسه وبيبدأ يتخيلهم قطع من اللحم، وبيخرج مخالبه وبيهاجم مارت وبيعضه، فبيزعق له مارت وبيسأله عن السبب. فبيجي موريس وبيقول لهم إن أليكس حيوان مفترس من الدرجة الأولى، وكل الحيوانات اللي موجودة في المكان هي الفريسة بتاعته، وإن هو لو فضل معاهم هياكلهم كلهم وهيبقى خطر عليهم. وطبعا أليكس بيبقى لسه متخيلهم قطع من اللحم وبيزقر وبيخوفهم وبيجري ورا مارت علشان ياكله. لكن الملك جوليان بيرمي على راسه جوز الهند وبيرجعه لطبيعته، وبيحزن أليكس جدا لأنه بقى حيوان مفترس وكان هيهاجم أعز أصدقائه، وبيمشي لوحده في الغابة وبيروح لمكان القطط البرية. أما مارت واللي معاه بيبقوا متضايقين جدا بسبب اللي حصل، وبيشوف الزهور وهي بتاكل الحشرات، وكمان التعبان وهو بياكل الفار، ولما بيساعدوا بطة صغيرة وبيودوها للنهر بيجي تمسح وبياكلها. وبنرجع لأليكس اللي بيبقى صنع رماح من أغصان الشجر، وده علشان يمنع نفسه إن هو يخرج من الكهف ويرجع يهاجم أصدقائه. وبيحزن مارت جدا وبيلوم نفسه لأنه هو اللي خرجهم من الحديقة ووصلهم لهنا. فجلوريا بتقول له إنهم لازم يتصرفوا علشان ينقذوا أليكس ويرجعوا لطبيعته. وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت سفينة، فبيجروا بسرعة وبيروحوا للشط وبيشاوروا للسفينة، وفعلا السفينة بتتجه ناحية الجزيرة بفضل من لأنه كان شايل جلوريا. وبيقول مارت لمين وجلوريا إن هو هيروح ينادي أليكس وبيسيبهم وبيمشي. وبتوصل السفينة للشط وبتتصدم جلوريا ومين لما البطاريق بينزلوا منها، وبيقول لهم زعيم البطاريق إنهم ما قدروش يعيشوا في القطب الجنوبي، وبيعرفهم إنهم حطوا البشر على قارب إنقاذ متجه للصين. فبتطلب جلوريا منهم إنهم يساعدوهم علشان ينقذوا مارت ويرجعوا أليكس لطبيعته. في الوقت ده بيبقى مارت دخل لمنطقة القطط البرية علشان يدور على أليكس، وبيقدر يوصل لمكان
مكانه وبيطلب منه يرجع معاهم، لكن أليكس بيرفض وبيقول له ان هو حيوان مفترس وبيسيبه وبيدخل للكهف. فبيروح مارتي وراه وبيحاول يواسيه وبيغني له الاغنيه اللي كانوا بيغنوها سوا، وفجاه بتظهر القطط البريه من كل مكان علشان ياكلوا مارتي اللي بيخاف منهم وبيجري وبيحاول يهرب، لكن القطط بيبقى عددهم كبير جدا وبيقدروا يحاصروه، وقبل ما ياكلوه بيوصل مين وهو متعلق في حبله وبينقذه لكنه بيخبط في صخره، فبتاخدهم جلوريا وبيجروا علشان يهربوا من القطط البريه اللي بتطاردهم وبيشتتهم زعيم البطاريق بقاذفه من مسدس الفلير جان، وبيتسلل هو اتباعه من تحتهم وبيقدموا واحد منهم كوليمه وبيلفوه في الهواء وبيضربوهم، بس القطط البريه بيبقى عددهم كبير جدا وبيقدروا يحاصروا مارتي واصدقائه وكمان البطاريق، وقبل ما يقتلوهم بيوصل أليكس اللي بيزقر وبيخوف كل اللي موجودين وبيقول للقطط البريه ان الحيوانات دي هي الفريسه بتاعته، وبمجرد ما أليكس بيقرب من مارتي اللي بيبقى مرعوب منه بيشكره لانه ما تخلاش عنه وبيمثل ان هو بيهاجمه وكمان بيشيله هو واصدقائه، وبيخوف القطط البريه وبيهاجمهم وبيضربهم وبتساعده جلوريا ومينمن وكمان مارتي، فبتترعب القطط منهم وبتهرب من المكان، وبيحضن أليكس اصدقائه وبيشكرهم لانهم ما تخلوش عنه، وبيفرح الملك جوليان لان خطته نجحت. بعد كده البطاريق بيقطعوا سمكه وبيقدموها لأليكس اللي بيعجبه طعمها جدا وبيقرر يستغنى عن اللحوم، وبيحتفلوا كلهم مع بعض وبيقرروا يرجعوا للحديقه، وبيركبوا السفينه وبيودعوا الملك جوليان واتباعه، وبنشوف البطاريق وهم بيقولوا لبعض انهم مستحيل يمشوا من هنا لان البنزين خلص من السفينه. وفي النهايه لو حابين تسمعوا ملخص باقي الاجزاء قولوا لنا في التعليقات، ووصلوا الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايكات. سلام.